ادخل. سيد الرقيب اصبح بره، بده يقابلك. خليه يفوت. امرك سيدي. احترامي سيدي. مين عامل فيك؟ سيدي الزعيم ابو شكري، زعيم حارة اللوز. وليش هيك ضربك؟ سيدي مو سيادتك طلبت منا نخلي بيت ام ياسين اللي بده يسكن فيه جناب الافندي فوزي؟ نحن وعم ننفذ المهمة اجتمعوا علينا اهالي حارة اللوز، تكاتروا علينا سيدي، والزعيم ابو شكري ضربني وقال لي قول للوكيل تبعك انه اهالي حارة اللوز سيدي اللحم المر ما بيتاكل. بتروح بتجهز لي قوة من العساكر، اليوم بدي هد حارة اللوز فوق راسهم، نفذ بسرعة.